تعالوا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي للدكتور كمال الجنزوري ونرجع نكمل مع حضراتكم. الوضع الاقتصادي بسرعة، لأن كل مرة بتسمعوها، لأن احنا بدأنا بعملية تخفيف أو تخفيض الإنفاق، ثم بنسعى كل يوم نجد مصدر لموارد ما دام الطرف الآخر لا يريد إعطاء الجديد من الأموال، رغم كل ما نبحث مع كل من يأتي ونتحدث معه. لا يمكن لنا أن نبقى مكتوف الأيد حتى تأتي المشاركة. نعمل إجراءات في تسوية بعض الأمور مع الطرف الآخر كمستثمر، ولا نعني التسوية أنه يأخذ ما لا حق له، لكن نعني أن التسوية أن الدولة تأخذ حقها. بنسعى أيضا إلى إصدار سندات إيداع أو وديعة للمصريين الموجودين في الخارج، وده بناء عن طلبهم. أنا قابلت مجموعات كثيرة سواء من العالم العربي أو بعض مجموعات عايشة في أوروبا أو مجموعات أخرى عايشة في أمريكا، والودائع دي هتبقى بالعملة الصعبة وهيكون سعر الفائدة فيها أكثر بعض الشيء عن سعر السوق، لأن سعر السوق حاليا قليل إذا قيس بسعر الفائدة اللي هي أقل من 1% في الدولار. الأمر آخر هو خاص بالطاقات العاطلة، ودي كانت شغل الشاغل ليا وللحكومة من أول ما بدأنا، أننا عندنا أراضي زراعية وصل لها المياه وأرض صالحة للزراعة، ولكن لأسباب لا أعلمها إلا الله توقفت سنوات. بنسعى حاليا أن احنا ندفع هذه الأراضي للتحرك، خاصة أنه الإنفاق عليها هيكون أقل بكثير جدا عما أنفقناه. كل من هذه الأراضي عاوزة قليل للقليل عشان ندفعها إلى الأمام ونبني منها الثمار اللي احنا عاوزينها. ويمكن هنا نقف عند سينا بالذات، لأن سينا مش عبارة عن أرض زراعية ومصانع وسياحة، لكن هو أمن قومي حقيقي أن نجد فيها 2-3 مليون نسمة. وهذا الأمر كان مخطط من سنوات طويلة، ولكن كان بيقف ثم يعود ثم يقف. نسعى الآن، وعشان كده كان في مناقشة اليوم لمرسوم قانون لتنمية سيناء، لأنه هينشئ جهاز ده لابد أن يوجد في على أرض سيناء ويتابع، عنده الصلاحات كلها اللي تدير الأمر. لا حاجة للعودة إلى رئيس وزارة ولا إلى مجلس وزراء، ولكن هيكون في مندوبين من كل الوزارات تدير هذا الأمر. وأيضا في التشييد، وده قطاع بقى اللي يعني من الشغل فيه حوالي 50% من الاستثمارات بتروح التشييد، والتشييد لا يقف عند إقامة مساكن وفيلات فاخرة هنا أو هناك، ولكن تشييد بمفهوم العام هو طرق وكباري وصرف صحة ومياه شرب ومواني ومحطات كهرباء و القطاع ده نتيجة للجمود في الأداء الاقتصادي للسنوات العشر الماضية، تراكم ليه على الدولة حوالي 6.5 مليار، ورغم أن الكلام ده كان بيوجد في الخطة كل سنة، ولكن ليتحرك ادينا له في الاسبوع الاول من عهد الحكومه دي 1.5 مليار، وادينا له منذ فتره قليله من مليار تاني، لانه تشغيل النشاط تشييد كقطاع مختلف كقطاع كبير بهذا القدر بيشغل وراه ما يقرب من 90-95 صناعه في مصر. قضيه اصلاح اراضي، وبرضه بكرر، معرفش يمكن الزميل بتاع وزارة البحيره قاعد هنا، بقول له احنا عملناها وكانت هتتعمل من غير اضراب. انا عندي 6 شركات اصلاح اراضي بيشتغل فيها ما يقرب من 20,000، حوالي 11-12 مثبتين والباقي بعقود. المشكلة في الشركات اصلاح اراضي دي هي اصلا خرجت من الدولة على انها شركات مساهمة مصرية، ولكن كانت بتشتغل اصلاح اراضي. الدولة في السنين الاخيرة ما لا تهتم باصلاح اراضي، وبالتالي الأمر بقى أصبح عليها صعب. وعشان كده قررنا إن 6 شركات يعودوا وزارة الزراعة، وقاعدين في نفس الوقت هنسعى إلى تعديل معين يسمح بإن الوزارة تعطي هذه الشركات عمل، عشان اللي خدت عمل هتبدأ يبقى لها عندها دخل، والدخل هيعمل أجور والمشكلة.